نذهب معكم الآن لمتابعة مؤتمر صحفي لمساعد المبعوث الأممي إلى سوريا للشؤون الإنسانية يان إيجلاند. فإلى هناك. من النزوح كانت إدلب، لقد هرب الناس بحياتهم بأعداد مهولة في نواحي إدلب، وهذا ربما يعادل 641 ألف خلال العام الماضي، ولكن الآن الحرب دائرة في إدلب وتعدو خلفهم، وبالتالي فقط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كان هناك بعض الآلاف من الأشخاص، ربما حاولوا النزوح داخل إدلب أو إلى إدلب من الأماكن المحيطة. 170 ألف خلال أسابيع، وبالتالي الوضع ربما يصرخ من أجل وقف إطلاق النار. إن أعضاء فرق العمل المعنية بالمساعدات الإنسانية لا يمكننا حقا أن نوقف هذه الحرب، علينا أن نقوم بحملة من أجل المهاجرين وغيرهم. إن إدلب تعاني بشكل كبير وبأرقام كبيرة، ربما 2.4 مدني هناك، 1 مليون أو أكثر منهم نازحين قسريا، بعضهم تم نزوحه أكثر من مرة، وبالتالي يتكرر هذا. نحتاج نهاية لهذا، نحتاج نهاية لهذه الحرب، نحتاج من روسيا وتركيا وإيران أن توقف التصعيد كما نقول، والذي هم قاموا فيه خلال الأعوام الماضية. إن ما يحدث بناء على القنابل تؤدي إلى العديد من النزوحات وتضرب بالمدنيين والذين هم في مرمى ضرب النار من كلا الطرفين، بما في ذلك بعض المستشفيات الموجودة في سركب والتي تم قصفها مرتين في 9 أيام فقط في شهر يناير، والعديد من الأطباء والعاملين تم قتلهم أو إصابتهم بينما كانوا يعاونون المصابين من هجمة أخرى. في غوتا نحتاج مساعدات إنسانية بشكل ملح. هذا نقوم بإعلانه عندما يكون المدنيين لا يمكن مساعدتهم تماما، ولدينا هذا الموقف الآن. هناك طرفين في صراع كبير، عليهم أن يوقفوا عدائياتهم الآن وأن يحاولوا بشكل مشترك أن يدعوا فرق العمل أن يساعدوا المدنيين وكل الجرحى. نحن حقا نحث كل المجهودات الخاصة أن تدعو فرق العمل المعنية بذلك تقوم بعملها. لدينا بعض النوايا من الجانبين، أنهم يريدون وقف إطلاق النار ولكن هذا لا يحدث، ولكن كلا الجانبين عليهم أن يساعدوننا في هذا، لأن هناك صراع دائر من ناحية الحكومة والمعارضة، ولكن هناك بعض المناطق التي تهدد المدنيين كذلك والمجاورات في دمشق. دعوني الآن أذكر أيضا بعض الأماكن. هناك 3 أماكن محاصرة خارج هذا، وربما هي أكبر الأماكن المحاصرة بأعداد مهولة من المدنيين. أولئك 3 أماكن كفرايا وفوعة
وهم تحت سيطرة المعارضة، وفي إدلب هناك ربما أكثر من 8000 مدني أو أكثر، ثم اليرموك والتي حقا هي معسكر للاجئين من الفلسطينيين بالقرب من دمشق، وبالتالي هناك فرق مسلحة في كل الأماكن بجانب الكفراية، وحتى حلفاء الحكومة في اليرموك يقومون بحظر وصول فرق العمل بشكل متتالي. لم نذهب إلى هناك لمدة 4 أشهر. في الرقة كنت متفاجئ بأنه كان هناك 534 ألف ربما إصابتهم، وبعض الوفيات بعد استعادتها من داعش بسبب المفارقات. لقد كانت معسكر روسي في الأرض وفي الجو، والذي عاد عليه المدنيين ربما الآلاف منهم، رأوا الناس يموتون ويصابون بأعداد مهولة أسبوعيا، وهي كارثة أسبوعية. والذي هذا يذكرنا دائما بأن أولئك الذين يتحدثون عن هذا وقت إعادة كل اللاجئين والنازحين إلى سوريا هم لا يعرفون حقا ما يتحدثون عنه، لأن الوضع في معظم الأماكن ليس آمنا على الإطلاق في سوريا حتى الآن، ولأسباب كثيرة متضمنة أن بعض الأماكن تم قصفها تماما وتدميرها بالقنابل. ربما نقطة أخيرة بالكفرين، إن فرق العسكرية التركية ربما لم تذهب إلى هناك، وتم إصدار إعلان لنا بأن هناك العديد من المدنيين في هذه المنطقة، وقالوا بأنه يصعب بشكل كبير أن يهربوا من هذه المنطقة. نحن مهتمون بشكل كبير في هذه النقطة، في هذه المنطقة، بحماية المدنيين. وبالتالي نحتاج إلى إعادة هيكلة. هذه هي رسالتي لكل الدول الأعضاء. هم لا يساعدون بشكل حقيقي، ليس بفاعلية من الجانبين. أتحدث، نحن حقا نشعر ونشعر بأننا نفقد العديد من الأرواح في الأماكن المحاصرة، والصعب الوصول إليها، وكذلك ملايين والملايين التي تسيطر عليهم المعارضة. إذن سويسرا مباشرة، وكما نرى جلسة إحاطة المساعد المبعوث الأممي يان إيجلاند إلى سوريا للشؤون الإنسانية، تحدث حول المأساة أو ما يعانيه المواطنون في كفرية وفي الفوعة وفي اليرموك وفي غيرها من نقص المساعدات الإنسانية. يأتي هذا في وقت تقوم فيه القوات التركية بمهاجمة منطقة عفرين بشمال سوريا، مخلفة العديد من المآسي الإنسانية، بدعوى أنها تحاصر أو تقاتل حزب العمال الكردستاني المعروف بي كي كي، ولكنها لها أهداف أخرى أيضا. ما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأن يحذر تركيا من التوغل الأكثر في شمال سوريا؟ أيضا بعد نهاية مؤتمر سوتشي على الأراضي الروسية، وحيث جاء البيان الختامي بأهمية استقلال ووحدة الأراضي السورية أيضا، وأن يكون للمواطن السوري حق الاختيار الديمقراطي فيما يريده.